هو مش المفروض اصلا ان المدرب ده يفاجئنا كجمهور نادي والفرقه المنافسه بانه كل مش هقول لك كل ماتش يعني، بس على الاقل كل كام ماتش يغير الخطه لدرجه انه يبقى مش متوقع بالنسبه للمنافسين. انت بتتكلم في الخطه. هي في فرق بين الطريقه والخطه. الطريقه بنتكلم عن الخطه، لا سيبك من الطريقه، الخطه. الطريقه اساسيه، اساسيه يعني ايه؟ لانها الطريقه ما بتتغيرش كل يوم، يعني مثلا واحد بيلعب ب 4 2 3 1 هتلاقيه في معظم ماتشاته بيلعب 4 2 3 1، وفي فرق بتلعب بيها الموسم كله. مثلا في واحد بيلعب 4 3 3 بتلاقيه بيلعب على طول 4 3 3، في واحد بيلعب 3 5 2 بيلعب على طول 3 5 2. ولكن احيانا بيغير في الطريقه في بعض المباريات. فرقه مثلا عايز يدافع عنها يدافع عليها شويه، فرقه عايز يهاجمها اكتر، فرقه كل واحد بيغير الاسلوب حسب الظروف في المباراه، لكن في طريقه اساسيه، لكن الخطه حتى لو الطريقه واحده مثلا 4 2 3 1 الخطه بقى هي دي اللي بيحصل فيها تغييرات اللي انت بتقول عليه بقى اللي هو بيحصل فيها تغيرات في حاجات معينه. مثلا خطط اللي بتحصل في ضربات الثابته زي الكورنرز والفاول، ممكن جدا اعمل كورنر او فاول ما عملتوش قبل كده افاجئ بيه فرقه جمله جديده تحرك صحيح. لحد معين مثلا بيرسي تاو مثلا بيلعب في راس الحربه، اوديه مثلا للطرف وادخل اللي هو الطرف اللي هو زي مجدي قفشه او بيكسوني لما بيلعب في 3 4 3 للداخل كراس حربه. هي دي بقى التحركات، هي دي اللي ممكن بغير احيانا في بعض جزئيات فيها في بعض المباريات، لكن الشك الطريقه الاساسيه بتبقى ثابته. اصل كمان اللي يساعد على كده كابتن اسامه يعني ان انت عندك لعيبه متميزه في اكتر من مركز. مظبوط، يعني ممكن تعمل فيهم روتيشن زي ما انت عايز. ما هو ده اللي حصل، ان هو الشوط الثاني حمدي فتحي كان بيلعب في الخلف مع بنون وايمن اشرف. حصل انه فرقه البنك الاهلي ما بتهاجمش كتير، فهم الثلاثه كانوا بيقفوا على مهاجم واحد. كانوا عطلانين فهو راح مطلع مقدم حمدي فتحي لوسط الملعب ونزل شريف ودخل مجدي قفشه للمنطقه اللي مجدي قفشه بيرتاح فيها اكتر، اللي هي في العمق ورا راس الحربه، لانه بيتحرك يمين وشمال وبينزل يستلم من تحت وبيلاعب الفرقه وبيكمل على الجون. يعني دي بتدي له حريه اكتر لما بيروح على الاجناب شويه، بتتحدى حريته.